الطالبات المغربيات اللي حالقين في المعابر الحدوديه في اوكرانيا. حنا دابا في المعبر الحدودي اللي كاين ما بين اوكرانيا وانغاريا، كاين عدد كبير من الطلبه، حتى واحد فينا ما قادر يمشي، حتى واحد فينا ما قادر يتحرك من البارح لليوم. بصراحه يلاه تحرك طوبيس واحد هاز 65 طالب مغربي لا غير. المسؤولين وعدونا باننا اون فوا نوصلو غنلقاو لو ترونسبور اللي غيدينا من هنا لبودابست نيشان لي زوتيل ديالنا. جينا في ظروف خايبه، جينا خايفين، جينا محني، جينا واقفين ما نعسينش 3 ايام، واليوم كنوصلو كنوقفو من 6 الصباح للان كنتسناو في لو ترونسبور. راه كنموتو بالبرد عباد الله، واقفين ملكمتين، كنموتو بالبرد عباد الله. عافاكم عافاكم سمعوا صوتنا، كنرجو من المسؤولين انهم يوفيو بالوعود ديالهم ويصيفطوا لنا لو ترونسبور اللي يوصلنا بامان من هذا المعبر الحدودي الى غايه بودابست. غامرنا بحياتنا وجينا لهنا، ووفوا بوعودكم، نرجوكم.